اهلا بكم. هنتكلم عن حاجه مهمه جدا النهارده في تخصص الروماتيزم وحاجه تهم مرضى الروماتيزم كلهم او مرضى الامراض المناعيه او الروماتيزميه. هتكلم على حاجه اسمها الجوانب النفسيه والاجتماعيه لمرضى الروماتيزم. كتير من مرضى الروماتيزم او مرضى اللي عندهم امراض روماتيزميه، روماتويد، الذئبه الحمراء، امراض روماتيزم العضلات، الفايبروميالجيا، او امراض الروماتيزم الاخرى، بيعانوا من توترات نفسيه ومشاكل نفسيه، وقد توصل الموضوع للاكتئاب او مشاكل نفسيه اكبر من كده، ومشاكل نفسيه كبيره جدا. ايه سبب التوترات النفسيه؟ المرض نفسه ممكن يسبب العرض النفسي، التوتر النفسي، ان زي مرض الذئبه الحمراء مثلا ممكن يسبب اكتئاب، ممكن يسبب نوع من الصرع او التوترات النفسيه او المشاكل النفسيه الخطيره جدا في مرض الذئبه الحمراء. طب التوترات النفسيه ديت بتيجي من المرض او من الادويه، يعني الواحد بياخد دواء او عنده مرض مزمن هياخد له علاج فتره طويله. العلاج فتره طويله بيخلي الواحد متوتر نفسيا، يعني انسان يفاجأ ان جاله مرض هياخد علاج سنوات او هياخد علاج مدى الحياه، ممكن يصاب بنوع من التوتر النفسي او الهلع او الخوف او خوف الموت او حاجات زي كده، فبيسبب له توتر نفسي وبيسبب له عصبيه، والتوتر النفسي نفسه بيزود نشاط المرض، المرض يزود التوتر النفسي والتوتر النفسي يزود نشاط المرض، فبندخل في دايره مفرغه. كتير جدا من المرضى دول نحكم لهم المرض والمرض يبقى مظبوط والدنيا متظبطه ومفيش وجع في المفاصل او مفيش مشاكل المرض، بس هم بيشتكوا من اعراض جسمانيه نتيجه التوتر النفسي. فمهم جدا ان المسؤوليه، مسؤوليه دعم المرضى دول، دعم مرضى الروماتيزم والمناعه، دعم اجتماعي ودعم نفسي، دعم طرق مختلفه للدعم ده. الدعم ده هيبتدي من الطبيب، اول حد الطبيب يدعم الانسان او المريض اللي عنده المرض ده، يفهمه طبيعه المرض، يقعد معاه شويه زياده لو سمحت. الطبيب يقعد مع المريض يفهمه طبيعه المرض ويفهمه المرض بالظبط ويطمنه، لا يهون له المرض زياده عن اللزوم ويضحك عليه او يضخم له الموضوع بحيث يوتره نفسيا او يعيشه في توتر نفسي. فأول حاجة بتقع على عاتق الطبيب إن تفهيم أو التعليم الطبي والتعليم الهيلث إدوكيشن أو تعليم الطبي للمريض ده مهم جدا في شتى تخصصات الطب، ومنها الأمراض المناعية، وإن الواحد يقعد مع المريض شوية يفهمه طبيعة مرضه، دي حاجة مهمة جدا، وخطة العلاج وإزاي هنمشي بالعلاج وإزاي هنتقي مشاكل أو الأعراض الجانبية بتاعت المرض بتاعتنا. يعني حاجة على المريض، المريض عشان اللي يتعايش مع المرض لازم يفهم طبيعة مرضه، لازم يتعايش معاه، يفهم ان كل الناس ممكن يجي لها المرض، اي حد ممكن يجي له مرض، وده ابتلاء من ربنا ولازم الواحد يصبر عليه ويتعايش معاه ويعيش مع حياته الطبيعية. لازم يحافظ على نفسه من مشاكل تسبب زيادة في نشاط المرض، مثلا ما يبذلش مجهود عضلي زيادة يسبب مشاكل في المفاصل في الحالات الحادة، لما يكون عنده التهاب شديد مثلا في المفصل او التهابات في المفاصل، وما يبذلش مجهود زيادة يسبب مشاكل في المفاصل ويسبب المشكلة لنفسه. تاني حاجة على الأسرة، الأسرة والزوج دول عليهم دور كبير جدا في دعم المريض. الزوج او الزوجة طبعا لو المريض عند رجل او عند سيدة. فالزوج او الزوجه، الزوج عليه دور كبير جدا في الدعم النفسي لزوجته. يتخيل نفسه او يحط نفسه مكانها، انه جاله المرض هي هتوقف جنبه، فهو لازم يحط نفسه في الموقف ده، يدعمها نفسيا. للاسف بنشوف حالات كتيره جدا ان المريض ممكن الانسان او الزوج ممكن يتخلى عن زوجته، ممكن يرميها، ممكن ما يجيبلهاش العلاج، ممكن تبقى حاجه يستولي حاجات تانية عن علاجها، فهي انسانه مهمه جدا ولازم يتعايش مع المرض مع زوجته ويفهمها ويحاول يشد من ازرها في المرض اللي عندها، مش يبقى هو المرض عليها يعني، فده حاجه مهمه جدا يعني. المسؤوليه المجتمع نفسه ليه مسؤوليه المريض انه يوفر له العلاج المناسب او العلاج اللازم لعلاج المرض، وبحيث يعيش المرض. كتير جدا من المرضى دول حالتهم الاجتماعيه او الماديه ما تسمحش ان هم ياخدوا العلاج المظبوط للمرض، فبالتالي المفروض الدوله او المستشفيات الجامعيه او الحكوميه توفر العلاج للمرضى دول عشان حالتهم النفسيه تبقى مستقره ويتعايشوا مع المرض بصوره طبيعيه،
والحاجات دي مهمة جدا في المرضى دول. فزي ما قلت وبكرر تاني، ان الطبيب يقعد مع المريض بتاعه يفهمه طبيعة المرض وعلاج المرض، والمرض ده علاجه لحد امتى، وازاي هنعالجه، وخطة العلاج، وان العلاج ممكن ياخد وقت على ما يجيب نتيجة. الحاجات دي مهمة جدا في التعليم الطبي للمريض. دي حاجة كانت مهمة عن الجوانب النفسية والاجتماعية لمرضى الروماتيزم وأهميتها في تخصص الروماتيزم وفي العلاجات بتاعته. شكرا.